بسم الله الرحمن الرحيم. هنشرح دلوقتي مثال على الفلاش كالكوليشن وازاي نقدر نحسبها على البرنامج الهايسز. المثال بيقول we have a stream containing 15% ايثان, 20% بروبان, 60% ايزوبيوتان and 5% نورمال بيوتان at 50 ديجري فهرنهايت and atmospheric pressure and the flow rate of 100 ليبرا مول بير اور. This stream is to be compressed to 50 psia and then cooled to 32 degree Fahrenheit. The resulting vapor and liquid are to be separated as the two product streams. What are the flow rates and the composition of these two streams? كده بيانات المسألة نقدر نطلعها. الإيثان 15%, البروبان 20%, الأيزوبيوتان 60%, والنورمال بيوتان 5%, temperature 50 degree Fahrenheit, والبريشر 14.7 PSIA اللي هو atmospheric pressure زي ما قال. هيدخل الستريم ده على كومبريسور, الضغط بتاعه هيبقى 50 PSIA, وبعد كده الستريم اللي خارج من الكومبريسور هيدخل على الكولر لغاية ما يبرده لغاية درجة حرارة 32 degree Fahrenheit, وبعد كده اللي خارج من الكولر يخش على السيباريتور عشان يفصل الليكويد عن الفيبر. هنشوف ازاي نقدر نعمل ده عن طريق برنامج الهايسز. تخش على الهايسز, نيو كيس, اد كومبوننت بتاعتي, اد بيور, نخرج اختار فلويد باكج تاج تاب, اختار اد كويشن اوف ستيت بينج روبنسون, نخرج ندخل السيميوليشن انفايرمنت, نبدأ نضغط على السهم الأزرق ده دلالة على ماتيريال ستريم, دبل كليك عليه عشان نحط temperature اللي هي 50 فهرنهايت والبريشر اللي هو 14.7 بي اس اي اي اتموسفيريك بريشر, المولر فلوريت اللي هو 100 ليبرا مول بير اور. الكومبوزيشن مش معروفة لسه, هحطها 15% لأنها فراكشن, 20%, 60%, و5%. اضغط اوكي واخرج, حط اول اكويبمنت عندي اللي هي كومبريسور, دبل كليك عليها سأسميها وليكن كومبريسور, الانلت بتاعها اللي هو الستريم رقم 1 والاوتلت هسميه ستريم رقم 2 مثلا, الانرجي نسميه كيو 1. كده هيتفضل لي الديوتي, لو اللي انا عارفها اخش على بارامتر واكتب ديوتي, مش عارفها اجنور واطلع. السهم اللي خارج من الكمبريسور دبل كليك عليه, بريشر عندي هي 50 بي اس اي اي, واخرج الاكويبمنت بعد كده هي كولر سميها وليكن كولر, اللي بتاعها اللي هو ستريم رقم 2, او ثلاثة نسميه ستريم رقم 3 على سبيل المثال, الانرجي نسميه كيو 2. يبقى انا كده فاضل لي الدلتا بي, النون دلتا بي لو انا عارفها اخش على البارامتر واكتب دلتا بي, مش عارفها اكتب اجنورد, يبقى هو كده اعتبرها بصفر. اضغط على السهم اللي خارج من الكولر, بريشر 50 زي ما هي لان اعتبرت الدلتا بي بتساوي صفر, المولر فلوريت 100, والتمبريتشر اللي هي 32 للكولر بره لغاية عندها.
كومبوزيشن حطها تاني زي ما هي برضو ما حصلش تغيير. حط اخر اكويبمنت عندي اللي هي السيبريتور، نسميها مثلا سيبريتور الستريم اللي داخلها اللي هو ستريم رقم 3 اللي خارج من الكولر، واللي خارج منها اللي هو الفيبر اوتلت والليكويد اوتلت، نسميهم باختصار فيب اوتلت وليكويد او ليك اوتلت. الانرجي مفيش انرجي عندي فهسيبها زي ما هي. ده هيكون الشكل الاخير للاكزامبل بتاعي. هو كان طالب مني الكومبوزيشن والفلو ريت، وات ار ذا فلو ريتس اند كومبوزيشنز اوف ذيس تو ستريمز. انا مجرد ان انا اضغط دبل كليك على الفيبر ستريم هيجيب لي المولر فلو ريت قد ايه، 10.65 كيلو جرام مول لكل اور، اللي هي بتساوي 23.48 ليبرا مول لكل اور. لو عايز الكومبوزيشن اضغط على الكومبوزيشن، شوف الايثان قد ايه، والبروبان وايزو بيوتان نورمال بيوتان نسبهم موجودة. نفس الحكاية بالظبط الليكويد فلو ريت، اضغط على الليكويد المولر فلو ريت بتاعها 34.71 كيلو جرام مول بير اور، اللي هي بتساوي 67.52 ليبرا مول بير اور. والكومبوزيشن زي ما احنا شايفين اهو، الايثان والبروبان والنورمال والايزو بيوتان. بكده اكون انا خلصت المثال الفلاش كالكوليشن، وعرفنا ازاي نعمله بالهايسز.